اما عربز جوت تالنت فامبارح تابعته الحلقه الثالثه منه، ومن بعد ما كان احمد حلمي مسيطر على اجواء الحلقتين جداً. الاولى والثانيه نجوى كرم كانت هي حديث الناس الاسبوع ده. اللي ما عنده تراث ما عنده وطن وما عنده شعب. دموع نجوى كانت أكتر حاجة ميزت حلقة امبارح اللي كانت مليانة تفاصيل مؤثرة خلت هاشتاج عربز جوت تالنت يحتل المراتب الأولى عالميا في موقع تويتر، وبالذات موهبة بيير جعجع اللي بيتحدى الصمام بالرأس. بيير اللي جاي من منطقة دير الأحمر ما كانش هو الوحيد اللي أثر في نجوى، فأهل منطقته كمان كانوا حاضرين بموهبة تانية. وبالأجواء دي نجوى ما قدرتش إلا إنها تقوم تشاركهم الدبكة. أما باقي المواهب فما قلتش عن مستوى اللي قبلها، وسمعنا كلمة نعم كتير. أنا بقول نعم. أنا بصوت نعم. أنا كمان نعم. أكيد نعم. نعم 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 نعم. من بطنك عم تقول له نعم؟ نعم. شكراً. أهلا وسهلا. لكن ده مش معناه إنه ما كانش فيه خيبات أمل في الحلقة. مستبشر خير. هي بنجين كده يا جماعة. وكل الرياكشنز دي بتختفي لما الصغيرين يحجزوا مكان ليهم على المسرح. واللي كسر القاعدة وغير أجواء المسرح هو خروج لجنة التحكيم لاختبار موهبة في الهواء الطلق لأول مرة. وبعد حوالي 3 أسابيع هتبتدي العروض المباشرة، وطبيعي طبعاً أن التحدي ما بين المشتركين هيكون أكبر بكتير. دي حاجة طبيعية جداً.